عندي خبر جميل. محمد، فاكرين محمد الحالة الإنسانية الصعبة اللي توقفنا عندها في بداية الحلقة؟ محمد اللي يعني يتعرض لسمنة مفرطة وعايش على سرير المرض بقاله 5 سنين. دلوقتي من شوية كلم زمايلي دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور خالد مجاهد هيستقبل أو يعني هيبحث حالة محمد بكرة، هيستقبل زوجته وهيتواصل شخصيا مع محمد في محاولة لحل الأزمة اللي عايش فيها محمد. احنا هنتواصل بكرة ان شاء الله مع دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وهنشوف نتيجة اتصاله بمحمد واسرته. ان شاء الله كده يعني نفسنا يعني ما يجيش رمضان الا ويكون بدأنا فعلا في حل مشكلة محمد.